الشيخ وفقكم الله. نقول انا طالب علم اسكن في بلاد الكفار وزوجتي من الجنسيه الفرنسيه وقد اسلمت لله تعالى. سؤالي: هل يجوز لزوجتي ان تكشف شعرها وبعض صدرها لامها ولاخواتها الكافرات؟ نعم، المرأة مع النساء لا بأس، لأنها الكافرة والمسلمة. قال: أو نسائهن، يعني النساء من جنسهن. فالقول بأن المسلمة لا تكشف للكافرة هذا قول ضعيف ولا أصل له. نعم.